تمريرة وهجمة سريعة، رمزي إلى روزيسكي، وسقوط غريب جدا، ووالتو جول جول جول، فعلها الأرسنال، فعلها المدفعجية، وهزوا الشباك الألمانية. البداية بالفعل كانت قوية كما قال أرسن فينجر في أول ثلاث دقائق فقط، ثلاث دقائق فقط تكفي الجانرز لزرع الشك في نفوس الألمان كما قال فينجر. ما هذا السقوط الغريب؟ ألابا سقط بغرابة، ديفيد ألابا سقط بمنتهى الغرابة وحده تماما، يتهاوى ويسقط على الأرض، والكرة العرضية من والكوت، والهدف الأول للجانرز في سقف الشباك. جيرو يسجل أول الأهداف لكازورلا من الجانب الأيمن، الكل متراجع، الكل يدافع، كازورلا والضربة الركنية تتلعب عالية، والرأسية جول. وفي مشهد يعبر تماما عما تحمله هذه المباراة، صراع على الكرة، صراع حسبها ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ تيمو تشوك على الأرض والحكم تائه لا يعرف ماذا يحدث، تاه التشيكي، تاه بافل كرالوفيك الثاني للأرسنال، والمستحيل في العبارة الشهيرة أن المستحيل ليس ألمانيا، لكن في هذه الدقائق الأخيرة من هذه المباراة المستحيل قد لا يصبح أرسناليا، قد لا يصبح